السلام عليكم. في هذا الفيديو ان شاء الله درت لكم الفقره حول مصطفى بن بولعيد اللي طلبتوها مني، ان شاء الله تفيدكم وتستفادوا. بن بولعيد was born in Aris Batna in 1939. هنا ولد في باتنا عام 1939. During the 1944 he was distinguished for his courage which earned him the military medal. في عام 1944 تم تكريمه من أجل شجاعته وبالميدالية العسكرية في عام 1944. In 1948 he participated in the elections of the Assembly of Algeria and obtained a landslide victory. Victory. إذن في عام 1948 شارك في elections of the Assembly of Algeria وفاز فوز ساحق. Landslide هنا هو الفوز الساحق في هذا elections اللي هما الانتخابات. بن بولعيد died in بن بولعيد died on 22 of March 1956. With عبد الحميد عمراني one of his close associates in the blast following the detonation of a radio bomb parachuted by the French army. إذن هنا detonation هو التفجير. توفي بن بولعيد مع زميله عبد الحميد عمراني من خلال التفجير اللي دارته فرنسا اللي كانت ترمي عليهم القذائف من السماء. إذن هذه الفقرة كانت قصيرة على مصطفى بن بولعيد شهيد الوطن. هنا أنا درت لكم معلومات خاصة به ودرت لكم تاريخ الميلاد نتاعو. اللي حب يدير تعريفات أكثر ويتمعن ويزيد يدقق في المعلومات ويمد معلومات أكثر عليه يديرها. أنا فقط راني ندير لكم كما راكم تطلبوا مني فقرات قصار وتقدروا تفهموهم وتشرحوهم بمفردكم. نتمنى إن شاء الله تكون فادتكم واستفدتوا. إذا هنا detonation هو التفجير and the landslide victory هو الفوز الساحق. هاتين الكلمتين شرحتهم لكم بالعربية باش ما يتخلطوا لكمش. and the French army هو الجيش العسكري الفرنسي. إذا كانت هذه هي الفقرة الخاصة ببن بولعيد. أتمنى إن شاء الله تكون فادتكم واستفدتوا. نتلاقاو في الفيديوهات القادمة إن شاء الله. أترككم في رعاية الله وحفظه.